قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع ادله علم العقيده ومع موادها التي تمد هذا العلم والحديث في هذا الدرس ان شاء الله تعالى واعان سيتناول الكلام على الاجماع وعلى العقل كمصدرين من مصادر الاستدلال على مسائل العقيدة. الإجماع المتلقى بالقبول هو مصدر معتبر من مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة. والإجماع في اللغة يطلق ويراد به الأمر المؤكد الذي وقع عليه العزم كما يطلق ويراد به الاتفاق والإجماع في الأصل مصدر أجمع يجمع إجماعا فالإجماع في الأصل مصدر للفعل أجمع و المعنى اللغوي الذي يدل على الاتفاق هو الأقرب إلى مرادنا في هذا البحث أو هو الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي حين نتحدث عن الإجماع كمصدر من مصادر الأدلة الشرعية. أما الإجماع في اصطلاح الأصوليين فهو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته على حكم شرعي أو على أمر من الأمور له صلة بالأحكام الشرعية. فإذا قلنا الإجماع واتفاق المجتهدين فهذا يخرج لنا غير المجتهدين أي يعتبر قول أهل العلم الذين تمهروا به في الإجماع فكل من لم يكن بهذه الصفة صفة العلم لم يدخل في أهل الإجماع بل كل من لم يكن في الذروة من هذا الوصف لا يدخل في هذا الإجماع لابد أن يكون المعتبر قوله في الإجماع منسوبا إلى الاجتهاد والاجتهاد كما تعرفون هو استفراغ الوسط وبذل الجهد في الوصول إلى الحكم الشرعي في تحصيل ضم لحكم شرعي. والمقصود بأهل الاجتهاد أهل الاجتهاد من المسلمين فالمقصود بقولنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة ماذا؟ أمة الإجابة وليست أمة الدعوة أمة الإجابة. وهذا الإجماع يكون منهم على أمر له صلة بالأحكام الشرعية سواء كان حكما شرعيا في نفسه أو كان له صلة بالأحكام الشرعية. هذا هو الإجماع الأصولي وقد نحتاج إلى أن نتحدث عنه بشيء من التفصيل يناسب هذا المقام لكن يعنينا في أول الأمر
أن نقول إن الإجماع يعتبر مصدرا من مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد، يعتبر مصدرا من مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد، بل هو الأصل الثالث وهو أصل معصوم، أصل معصوم، كما أن الكتابة والسنة كلاهما أصل معصوم فإن الإجماع كذلك، وهذا سوف نستدل له عند الحديث عن حجية الإجماع، عند الحديث عن حجية الإجماع. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الأدلة التي تتعلق بحجية الإجماع فهي أنواع، منها دلالة القرآن الكريم، فالقرآن الكريم دل على حجية الإجماع، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تلحظ أن الله عز وجل توعد من نكب أو نكص عن سبيل المؤمنين وخالف هذا السبيل وأخذ في غيره، والوعيد لا يكون على أمر مباح ولا مكروه، وإنما يكون الوعيد على أمر محرم. فإذا توعد الله عز وجل أحدا على أمر أو أوعده عليه عذابا أو عقابا فإن هذا يدل على الحرمة، وإذا كان الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين مقرونا بمشاقة الرسول فهل الوعيد مرتبط بأن تحصل المشاقة؟ فإذا شاق الإنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين، إذا اجتمع هذان الأمران كان الإنسان متوعدا أم الوعيد على أحدهما، أم الدخول في أحدهما مستلزم للدخول في الآخر؟ الصواب من ذلك حتى لا نطيل أن يقال إن الدخول في أحدهما دخول في الآخر، فمن شاق النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج عن أمره واستلزم هذا أن يكون متبعا لغير سبيل المؤمنين، فإن سبيل المؤمنين هو ماذا؟ هو ملازمة أمره صلى الله عليه وآله وسلم والدخول في طاعته صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا من نكب عن سبيل المؤمنين وخالف ما عليه جماعتهم فقد شاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالآخذ في أحدهما آخذ في الآخر ولا بد، والواقع في أحدهما يستلزم ذلك أن يقع في الآخر ولا بد. إذن يكون واضحا من هذا أن قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ودليل يدل على حجية الإجماع. سبيل المؤمنين ما هو؟ ما عليه أمرهم، ما اجتمعت عليه كلمتهم في أمر من الأمور الشرعية، سواء كان الأمر متعلقا بالاعتقاد أو كان الأمر متعلقا بالأحكام العملية، سواء كان الحكم عمليا أو كان الحكم عقديا، هذه يجب أن تكون واضحة وظاهرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل حديثه على حجية الإجماع، فقال صلى الله عليه وآله: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وقال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان، إذا كانت جماعة المؤمنين مفرقة في البلاد كلها، فكيف يتأتى التزام جماعتهم؟ لا يتأتى هذا بلزوم هذه الأبدان المتفرقة، وإنما يتأتى بالتزام ما هم عليه من العلم والحكم والعمل، فهذا التزام لجماعتهم ولزوم لجماعتهم، فإن لزوم الجماعة المقصود به هنا ما اجتمعوا عليه من أمر الدين، ما اجتمعوا عليه من أمر الدين. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله:
إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين. وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعة المسلمين، إلا ما عليه جماعة المسلمين من التحليل والتحريم، يعني من الطاعة، من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. ثم قال: من قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم. من قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. انتهى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم إن الله عز وجل أخبر خبرا لا يتخلف، وهو أن الله عز وجل لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، ثبت ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الملاحظ أن هذه النصوص تتضمن أمرين: الأمر الأول وجوب اتباع الجماعة ووجوب لزومها وحرمة الخروج عليها وتحريم مفارقتها، والأصل الثاني عصمة هذه الأمة من الخطأ وعصمتها من الضلالة، وهذان أصلان قد اتفق عليهما بحمد الله تبارك وتعالى. طيب، هذه النصوص التي دلت أو أفادت أن العصمة ثابتة للأمة المحمدية، هل اشترطت عددا معينا للإجماع؟ لا، لم تشترط عددا معينا للإجماع، فلا يقال إنه لا يتحقق الإجماع إلا إذا بلغ المجمعون مثلا عدد أو حد التواتر، لا يشترط هذا، وإن اشترط في الحديث المتواتر. وهذه النصوص بجملتها دلت على أن الإجماع حجة ماضية معمول بها ومأخوذ بها ومعتمد عليها في دين الله تبارك وتعالى. وهذه النصوص بعمومها أفادت فائدة أخرى، وهي أن الإجماع حجة ماضية في كل عصر، لا يصلح أن يقصر الإجماع أو أن يقتصر بحجيته على عصر دون عصر. وإن كان بعض أسلافنا الصالحين رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى استبعاد وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة والسلف، لماذا؟ قالوا: لأن الناس تفرقت أبدانهم واختلفت أنصارهم، ولم يعد معلوما من المجتهد من غيره، ولم يعد معلوما هذه الأقوال التي تفرقت في الأنصار هل تجتمع أو لا بعد افتراق الأبدان، هل تجتمع الأقوال في كل مسألة يدعى فيها الإجماع أو لا. وقع خلاف، لكن عموم هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة، حيثما تحقق فهو حجة، حيثما وقع فهو حجة، لكن الذين يناقشون في إمكان وقوعه بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهنا تؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا استطراد، تؤثر عنه كلمة: من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب. ومع قول الإمام أحمد بحجية الإجماع تصير العبارة فيها إشكال، ذهب العلماء مذاهب شتى في دفع هذا الإشكال ورفعه، فمن قائل بأن الإمام أحمد رحمه الله إنما عنا بقوله من ادعى الإجماع فهو كاذب، أي من ادعى اطلاعه وحده على الإجماع الصحيح الصريح المنعقد دون غيره فهو كاذب، لأن شأن الإجماع أن ينتشر، شأن الإجماع أن يعرف وأن يعلن وأن يتسامع به، فأن يدعي إنسان أنه هو الذي وقف عليه دون غيره هذا مما لا تصح معه إيه؟ لا تصح معه الدعوة. واضح؟ ومنهم من قال: بل
مقصود الإمام رحمه الله تعالى الرد على مخالفيه. من هم مخالفوه؟ قالوا مخالفوه من المعتزلة، لأنه بلي بمقالاتهم وبالرد عليهم، فكانوا يأتون بمقولاتهم الباطلة ويقولون وعلى هذا أجمع الناس على ماذا؟ على ما يروجون له أو يسوقون له من الأقوال المبتدعة الخارجة عن منهاج السنة. فكان أحمد يرد عليهم مقالاتهم ويدفع شبهاتهم ويقول من ادعى الإجماع على هذه المقالات التي يروجها أهل البدع فهو كاذب. وإلى هذا مال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إلى أن مقصود الإمام أحمد من قوله من ادعى الإجماع فهو كاذب أي الرد على بشر المريسي والأصم. وقد اعتنى الإمام أحمد رحمه الله بالرد عليهما، وكلاهما منسوب إلى الاعتزال. وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا إلى هذا المعنى، إلى أن المقصود رد مقالات أهل البدع، فإنه لا إجماع عليها بل أهل السنة على خلافها. ومال بعض أهل العلم وهو أيضا رأي الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن قول الإمام أحمد من دعا الإجماع فهو كاذب إنما هو من كمال ورعه رحمه الله، فإنه كان شديد الاحتياط والورع، ودعوى الإجماع تستدعي استقراء تاما لأهل العلم ومعرفة تامة بأهل العلم وبمقالاتهم التي قالوها والتي انتهوا إليها والتي ثبتوا عليها. فكان رحمه الله يتحاشى القطع والجزم في كثير من كلماته وأحكامه، حتى إنه ربما أفتى في الحرام فقال أكره هذا أو لا أحب هذا، ومذهبه لا يختلف على أن حكم هذه المسألة التحريم مثلا. فقالوا إن أحمد رحمه الله تعالى ربما قال لعل الناس قد اختلفوا وما يدريه، وكان يقول لا نعلم الناس اختلفوا. إذا أراد أن يعبر عن الإجماع قال إيه؟ لا نعلم الناس اختلفوا، يعني لم ينم إلى علم أن أحدا خالف في هذه المسألة. فهذه عبارته في التعبير عن وقوع الإجماع، وهذا من كمال ورعه وتدينه. نصر شيخ الإسلام أيضا هذا المعنى عنه ومال إليه. وذهب آخرون وهو ما يزال قولا معتبرا أن أحمد رحمه الله تعالى ممن يقول بوقوع الإجماع ولكن في العصور المتقدمة، في العصور المتقدمة دون العصور المتأخرة. العصور المتقدمة فيها أقوال الصحابة أو فيها أقوال الصحابة والتابعين، ومن عداه فإنه أمر يصعب حصره ولا يتأتى جمعه، لا سيما في الزمن الأول، أنه في الزمن الأول إذا تفرق الناس لا يعرف قول كل قائل إلا بالتسامع وبالاشتهار، فربما قيل قول هنا أو هناك من أحد المجتهدين لكنه لم يبلغ، فعندئذ تكون دعوى الإجماع محل نظر. الحاصل أن الأئمة اتفقوا رحمهم الله تعالى على القول بالإجماع وعلى اعتباره حجة مطلقا في العقائد والأحكام، وإذا ثبتت حجية الإجماع فإنه تحرم مخالفة. وإذا كانت المخالفة محرمة فهل ترقى إلى أن تكون كفرا عياذا بالله أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك إلى مذاهب، والمختار من هذه المذاهب أن من أنكر إجماعا قطعيا، أي إجماعا تحقق الناس من وقوعه واستند إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتواترة، فإنه يكفر بذلك،
لأنه يفضي إلى أن يكون مكذبا بكتاب الله أو بالسنة المتواترة، فعندئذ يتأتى قول بكفر من أنكر إجماعا قطعيا، بكفر من أنكر إجماعا قطعيا. فإن كان الإجماع المنقول ظنيا فإن صاحبه يفسق أو يبدع، فإن منكره يفسق أو يبدع بحسب هذا الإجماع الذي أنكره. فالصواب إذن من هذا الخلاف الذي وقع أن ما يقطع به من الإجماع منكره يكفر. ما مثاله؟ ما علم من الدين بالضرورة، ما علم من الدين بالضرورة كوحدانية الله عز وجل أو ثبوت المعاد والحشر والجزاء والحساب والجنة والنار، فهذه كلها مواضع إجماع ثبتت بالدليل الشرعي الصحيح الصريح المتواتر من القرآن الكريم أو السنة المتواترة، فهذا يجب القطع بأنه حق ومن كذب به كفر. وهناك إجماع أيضا قطعي إنما ثبت بالسنة الصحيحة المتواترة كحرمة الجمع بين المرأة وخالتها يعني في الزواج أو في النكاح، أو بين المرأة وعمتها مثلا، فمنكر هذا أيضا وقد ثبت الإجماع عليه يدخل في الكفر لأنه منكر لإجماع قطعي، وإن لم يكن كما نقول مما يثبت من الدين بالضرورة. أيضا مما يدخل في هذا الإجماع القطعي تحريم الكذب على الله عز وجل، تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وما لم يكن قطعيا فإن منكره كما قلنا يفسق أو يبدع. إذا وقع خلاف في الإجماع فإنه يتحول من إجماع قطعي إلى إجماع ظني. ومما يترتب على الإجماع أنه لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف النص، لا يتأتى وقوع الإجماع على خلاف النص، لأن الإجماع على خلاف النص يعتبر مخالف، والأصل أن الأمة لا تجتمع على مخالف، لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا كما هو الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن للأمة أن تضيع نصا من النصوص أو ألا تقبل نصا ثابتا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذا انتقلنا إلى بعض المسائل السريعة المتعلقة بالإجماع، فنقول إنه متى وقع الإجماع حرم الاجتهاد، متى وقع الإجماع حرم الاجتهاد في المسألة، يعني إذا ثبت أنه لا يجوز للرجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في نقل ينقله، أو حرم أن يجمع الرجل بين امرأة وعمتها أو بين امرأة وخالتها، فلا يعتبر هذا بعد وقوع الإجماع موضع للاجتهاد، لأنه إذا كانت القاعدة أنه لا اجتهاد مع النص، والمقصود بالنص هنا ماذا؟ كما مر ما تأويله وتنزيله، النص اللي هو القاطع في دلالته بعد ثبوته، القاطع في دلالته بعد ثبوته، فإنه إذا وقع الإجماع لا يجوز عندئذ اجتهاد، لأن وقوع الإجماع إنما هو مستند إلى نص من جهة، ومن جهة أخرى وقوع الإجماع قد جعل هذا النص ظني الدلالة، جعله إيه؟ قطعيا، فإذا صار الأمر كذلك فإنه لا يجوز اجتهاد مع الإجماع الذي هو مستند إلى نص، ولأن الإجماع يقوي دلالة النص، الإجماع يقوي دلالة النص بحيث لا يحتاج الإنسان إلى بحث في دلالة هذا النص إذا وقع الإجماع عليه، حيث نظر من قبله من المجتهدين فأجمعوا على الحكم المستفاد من هذا النص.
وإذا ثبت الإجماع صحيحا فإننا نستغني بثبوته عن نقل دليل. إذا ثبت الإجماع صحيحا صريحا فإننا نستغني بثبوته عن نقل الدليل، فلا يضرك إن لم تعلم الدليل الذي استند إليه أهل الإجماع. إذا ثبت أنه قد وقع صحيحا صريحا فأنت لا يضرك أن غاب عنك هذا الدليل أو إن لم ينقل هذا الدليل إليك. واضح؟ وإن عرفت الدليل فإن الإجماع يقويه، كما لو نقل حديث آحاد مع قولنا بحجية حديث الآحاد، إلا أن هذا الحديث قد تعارضه أحاديث أخرى، فإذا وقع الإجماع على هذا الحديث عرفت أنه هو المعتمد وأن دلالته تحولت من الدلالة الظنية إلى الدلالة القطعية. واضح هذا المعنى؟ هذه جملة يعني معارف تتعلق بالإجماع، تتعلق بالإجماع. ثم هل المعتبر في الإجماع الذي نبحثه في العقيدة إجماع أمة الإجابة أم إجماع أهل السنة والجماعة؟ هنا إجماع يطلب أو يبحث، فنجد أن الأمة أجمعت عليه، الأمة بطوائفها المختلفة أجمعت على مسائل كثيرة من مسائل الاعتقاد، على أصول كثيرة من أصول الاعتقاد، أمة مجمعة على الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤمنون بهذا إجمالا، يؤمنون بهذا إجمالا، فهذا ما وقع عليه إجماع هذه الأمة. لكن وقع خلاف في تفاصيل هذا الذي نتحدث فيه مما وقع عليه الإجماع إجمالا. نعم، وقع خلاف في مسألة تتعلق بالإيمان بالله، في صفاته تبارك وتعالى، فافترقت في ذلك فرق وخرجت عن أهل السنة والجماعة في ذلك طوائف، وتوسط أهل السنة فرق الأمة في مباحث الإيمان كلها أو في مباحث العقيدة بأسرها. ففي كل خلاف سوف تجد طرفين وواسطة، واسطة الخلاف هو من؟ هو مذهب أهل السنة والجماعة. إذن في مسائل وقع الإجماع عليها من الأمة بأسرها، وهناك مسائل إنما تنقل عن من؟ عن سلف الأمة وعن أهل السنة والجماعة الذين ثبتوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخالفوها. وعناية علماء العقيدة منصرفة إلى أهل السنة وما اتفقوا عليه. لماذا؟ لأن الخلاف قد وقع، الخلاف قد وقع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن وقوع الخلاف في المسائل العقدية أمر قدري، وأنه كان في الأمم التي كانت قبلنا وهو واقع فينا بمثل ما كان فيهم وأكثر، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن اليهود والنصارى افترقوا، وأن افتراقهم كان على 72 فرقة، وأن الأمة تفترق على 73 فرقة. هذا الافتراق ليس في الأمور العملية الفقهية وليس في الأحكام الفروعية فحسب، بل هو بالدرجة الأولى في الأمور العقدية، في الأمور العقدية الخبرية المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل. هذا الذي وقع فيه افتراق الأمة وحصل فيه اختلافه، وهذا الذي هذا هو الخلاف الذي توعد الله عز وجل المخالفين فيه. وأما المخالفون في ما يتعلق بالأحكام الفروعية الاجتهادية فهذا لا وعيد فيه، بل أهل السنة والجماعة يختلفون في هذا اختلافا واسعا. وما المذاهب الأربعة؟ وما المجتهدون الذين لم ينتسبوا إلى مدرسة من هذه المدارس الأربعة إلا قوم من أهل السنة والجماعة، فلم يكن خروجهم أو انقسامهم في الفقه على هذه المدارس الأربعة أو أكثر من ذلك شيئا يطعن في دينهم.
أما انتسابهم إلى بدع كلامية أو فلسفية أو مسلكية فذلك طاعن في دينهم ولا بد. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الافتراق، وهذا الافتراق لا يتأتى معه أن يجتمع أهل السنة مع الرافضة مثلا في عقائدهم أو في أصول مذاهبهم، ولا يتأتى أن يجتمع أهل السنة مع الخوارج، ولا يتأتى أن يجتمع أهل السنة مع المعتزلة ومن لف لفهم. إذن الإجماع الذي يعتبر والذي ينتفع به الإجماع الذي لا يدخل فيه أهل الأهواء والبدع. ولهذا رأيت الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول إنه لقي ألف شيخ في عدد من الأنصار، لقيهم كرات ومرات جيلا بعد جيل، كلهم يقول بالأصول التي قالها الإمام البخاري، وساق البخاري أصولا كثيرة في أبواب من الإيمان، كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا فعل قتيبة بن سعيد، وهكذا فعل عثمان بن سعيد، وهكذا فعل طوائف من السلف حين ذكروا جمل عقائدهم في كتبهم. هكذا قال أبو إسماعيل الصابوني حين ذكر معتقد أهل الحديث أنه لقيهم وسمعهم ودرس على مشايخهم في بلدان متعددة في أزمان متباعدة، ثم إنه اجتمعت كلمتهم في كل هذه المرات وفي كل تلك الزيارات وفي كل تلك الأوقات على ما ذكر من العقائد. بل أنت واجد أئمة أهل السنة والجماعة منذ فجر التاريخ وإلى يومنا هذا على نمط واحد في الاعتقاد، ما ألف زمن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وما يؤلف اليوم كله على نمط واحد، ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعتقد. قد تزيد مسائل لم تكن قد استجدت في العصر الأول بسبب أن أهل البدع أثاروا هذه المسائل فاحتاج أهل العلم إلى أن ينظموها في كتب المعتقد. هذا الذي تجده، تجد نص على مسائل جديدة، سبب النص عليها ماذا؟ أن أهل البدع أحدثوا فيها حدثا، فاحتاج أهل السنة إلى أن يردوا الناس إلى الجادة الأولى، فصنفوا وألفوا وأدخلوا بعض هذه المسائل إلى كتبهم. أما أصول المعتقد فهي أصول ثابتة مستقرة منذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنذ علمها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم إلى يوم الناس هذا. وبضدها تتبين الأشياء، أهل البدع حين خلقوا منهاج السنة وأخذوا يمينا ويسارا كان انحرافهم في أول الأمر يسيرا، وكانت الفرقة واحدة، فلم يلبث زمان ولم يمض وقت حتى صارت الفرقة فراقا، وصارت الطائفة طوائف، وصار الواحد كثيرين، وصارت النسبة إلى هؤلاء الرجال الذين ابتدعوا شائعة وذائعة. معتزلة لم ينسبوا إلى واصل بن عطاء أو إلى عمرو بن عبيد، لكن بعد أن افترقوا صارت فرقهم منسوبة إلى مشايخ وعلماء ورؤوس ومقدمين كثيرين جدا. وهكذا الرافضة، سموا بالرافضة أو سموا بالشيعة، ثم بعد ذلك تجد أنت 20 فرقة، هذه الفرق منسوبة إلى رجال. أما أهل السنة والجماعة فهم أهل السنة والجماعة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الناس هذا، لم ينسبوا إلى رجل، لم ينسبوا إلى رجل كان من كان هذا الرجل. ولهذا لم يقال في العقيدة الحنبلية مثلا، وإنما يقال أهل السنة والجماعة، ولم يقال في العقيدة التيمية مثلا، وإنما يقال أهل السنة والجماعة في الزمن الأول وفي الزمن التالي. إذن الإجماع الذي يعتبره أهل العلم في هذا الباب هو إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإجماع من سار على دربهم وسن واستن بطريقتهم وسار خلفهم وفي أثرهم
من التابعين وتابعيهم إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا. وهذا مما ينبغي التنبه له، أن المقصود عند حديثنا عن الإجماع هو إجماع أهل السنة والجماعة الذين عرفوا بسلوك جادتهم والانحراف عن غير سبيلهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. نكتفي بهذا المقدار في الكلام عن الإجماع وكونه من أدلة العقيدة، لننتقل إلى الكلام على العقل أو على صريح المعقول. العقل في اللغة هو أيضا مصدر، مصدر عقل، يعقل عقلا. وأصل مادة العقل تدور في اللغة على المن، على المن، العقل المن، ومنه العقال، العقال الذي تربط به قوائم الدابة فيمنعها عن التحرك، فهو يمنع الدابة عن الحركة. والعقل يمنع الإنسان عن فعل ما لا يليق، العقل يمنعك عن فعل ما لا يليق وما لا يجمل. وقد يطلق العقل ويراد به القلب، وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه يمدح ابن عباس: ذاك فتى الكهول، ذاك فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، قلب عقول. فكأن القلب يرادف العقل، أو يطلق العقل ويراد به القلب، إلى معاني أخرى. فاللغة يعني أطلقت العقل مثلا على الحج، حج يطلق، أو العقل يطلق ويراد به معنى الحج، ويطلق ويراد به معنى الملجأ أو الحصن، إلى غير ذلك من المعاني اللغوية الكثيرة. العقل في الاصطلاح ذكره المتكلمون وأطالوا فيه وانتهوا إلى أن العقل هو هذه العلوم الضرورية، العقل هو تلك العلوم الضرورية التي يشترك في العلم بها سائر العقلاء، سائر العقلاء يشتركون في العلم بهذه الأمور الضرورية. ما هي هذه الأمور الضرورية؟ هي أمور تلزم الإنسان ولا يمكن أن ينفك عنها أو أن تنفك عنه، كإدراك الإنسان أن الواحدة نصف الاثنين، أو أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو أن الكل أكبر من الجزء. فهذه علوم عقلية ضرورية، ضرورية يعني لا يستطيع أحد أن يكذب بها ولا أن يعاند فيها، هو مقر بها ولا بد، وأنه لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات إلى آخر ذلك من مبادئ العقول. فكان العلوم الضرورية هذه علوم لا تمتنع من أحد، ولا يمتنع أحد عن الإقرار بها والإدراك لها. ومنهم من يجعل العقل منطلقا على العلوم النظرية، نظرية يعني متوقفة على الإيه؟ على النظر وعلى الكسب، يعني على البحث والتأمل، فيطلق العقل على الأمور النظرية، فيكون العقل عنده هذه العلوم الجائزة، كإدراك الإنسان لهذه العلوم والمعارف التي بها تقدمه في العلوم الدنيوية مثلا، فهذه علوم نظرية. ومنهم من يطلق العقل على الغريزة المدركة، على الغريزة المدركة، هذه الغريزة التي تشبه
غريزة أو حاسة البصر الموجودة في العين، أو حاسة السمع الموجودة في الأذن. هناك حاسة أيضا هي العقل، تدرك بها الإنسان ما يصلحه ما يصلحه وما لا يصلحه، ما ينفعه وما يضره، فهذه تطلق على الغريزة، فهذا يطلق على الغريزة المدركة. ومنهم من يطلق العقل على العمل بالعلم، فالإنسان العاقل والإنسان الذي انتفع بالعلم والإنسان الذي نفعه العلم والإنسان الذي اتصل بعلم هادٍ فعمل به. بكل حال فإن العقل يطلق وتراد به هذه الأمور الأربعة، هذه الأمور الأربعة: العلوم الضرورية، العلوم النظرية، الغريزة الجبلية، والعمل بالعلم. العمل بالعلم، العمل بالعلم هذا كثيرا ما يطلق على سبيل المدح، قال إنسان عاقل يعني إنسان انتفع بما وصله من العلم، ولا يوجد في الكتاب والسنة مدح على الغريزة، لأن الغريزة وهبية وليست كسبية، وهبية وليست كسبية. ثم إن العقل الغريزي هو الذي يتعلق به التكليف، العقل الغريزي هو الذي يتعلق به التكليف، فإذا سلب من إنسان العقل الغريزي فهو مجنون، إذا سلب منه العقل الغريزي فهو مجنون. والعقل الغريزي يقترب من العلوم الضرورية، لأن الإنسان إذا صار قادرا على أن يميز أن الكل أكبر من الجزء وأن الاثنين ضعف الواحد، فهذا عنده أوائل العلم بما ينفعه وبما يضره، فالعقل الغريزي قريب من العلوم الضرورية، قريب من العلوم الضرورية. وقد أطلق بعض العلماء أن العقل الغريزي هو الذي يتعلق به التكليف، ومنهم من قال بل العلوم الضرورية هي التي يتعلق بها التكليف، والأمر قريب، والأمر قريب. قلنا إن العقل إذا مدح في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون هو عقل من؟ هو عقل الإنسان الذي كلف، وإنما العقل الذي يحمد صاحبه، ولا يحمد صاحب العقل إلا إذا حمله على فعل الجميل وترك الإيه؟ القبيح، فعل الجميل من طاعة الله عز وجل وترك القبيح. ولهذا قيل لرجل وصف امرأة نصرانيا بالعقل، رجل وصف امرأة غير مسلم بالعقل، فقيل له ما؟ إنما العاقل من وحد الله تعالى وعمل بطاعته، إنما العاقل من وحد الله وعمل بطاعته. ولهذا أهل النار يقولون ماذا؟ لو كنا نسمع أو نعقل، نعقل أي عقل؟ العقل الذي يحملنا على طاعة الله عز وجل، وليس العقل الذي تتعلق به الإدراك. ولو كان العقل الذي يتعلق به الإدراك ما دخل النار، لأن الذي لا يعقل يقال عنه مجنون، والمجنون مرفوع عنه التكليف في الدنيا، والجزاء والحساب في الآخرة. نكتفي بهذا المقدار ونستكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. انتهينا من الكلام على تعريف العقل، وقلنا أن العقل يطلق ويراد به أحد أمور أربعة: إما هذه الغريزة أو هذه العلوم الضرورية أو هذه العلوم النظرية، أو العقل الذي يفضي بالإنسان إلى أن يعمل بالعلم وأن ينتفع بما علمه الله عز وجل. هذه العقول التي زود الله تعالى بها عباده هي خلق من خلقه،
هي خلق للخلق. والناس حيال هذه العقول تعددت مناهجهم واختلفت مسالكهم، فمن الناس من نظر إلى العقل فقدسه وجعله مستقلا عن كل شيء حاكما على كل شيء، وهؤلاء هم من يسمون بالفلاسفة. فالفلاسفة قدسوا العقل فعبدوه وعظموه وألهوه، فمعبودهم على الحقيقة هو العقل، ولم يجعلوا للعقل حدا ينتهي إليه، بل صار العقل مطلقا من كل حد ومن كل قيد عنده. ولهذا انتهوا إلى أن الخالق على الحقيقة هو هذا العقل الفعال الذي يفعل وينشئ في هذا الكون. وانتسب ناس من المسلمين إلى هؤلاء فأخذوا عنهم فسموا بالمتكلمين. هؤلاء المتكلمون قدسوا العقل أيضا وعظموه، وعلى الشرع قدموه، ولكن انطلقوا من منطلقات أولى صحيحة، وهي إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته وأنه الخالق والرب والمعبود جل في علاه، لكنهم أطلقوا للعقل العنان، فحيثما ظهر عندهم ما يوهم التعارض بين العقل والنقل قدموا العقل، وقالوا إن العقل حجة قطعية، وأما النقل فقد يقع فيه اختلاف أو اختلال أو اضطراب أو وصار المقدم عندهم عند التعارض هو العقل لا غير. وقوم أعرضوا عن العقل بكلية وأهملوه تماما وجعلوه خلفهم ظهرية واستدبروا دلالاته، وهؤلاء انتسبوا إلى الصوفية، فصارت القضايا العقلية عندهم لا اعتبار لها ولا قيمة لها، وصار تعويلهم على ما يجده أحدهم في قلبه من الوجد، أو ما يحصل له من الذوق، أو ما يكون في منامه، أو ما يقع له مما يسميه بالكشف، وغير ذلك من المصطلحات التي جعلت مصدر المعرفة أمرا وراء العقل وشيئا خلاف العقل. وكل هؤلاء جميعا نكبوا عن الطريق الصحيح وخالفوا الصراط المستقيم في هذا الباب، فإن العقل خلق من خلق الله عز وجل، وهو خلق يؤيد الله تعالى به النقل، ولا يكون إلا تابعا للنقل، ولا يصلح أن يكون العقل متبوعا والنقل تابعا. لماذا؟ لأن العقل ليس بمعصوم، والوحي معصوم، والعقل يتفاوت ويختلف ويعتل ويضطرب، والنقل ليس كذلك. وقد ذهب المتكلمون خاصة بعد الفلاسفة أن العقل لا يتفاوت، لا يتفاوت. ما معنى لا يتفاوت؟ أي لا يختلف من شخص إلى آخر، فعقل الأول كعقل الثاني، وعقل من تقدم كعقل من تأخر، وعقل من علم كعقل من جهل، سواء بسواء. وهذا بلا شك نوع انحراف في الفهم ومخالفة للواقع، فإن العقول لا أقول تتفاوت من شخص إلى شخص، بل تتفاوت في حق وحال الشخص الواحد. فعقلك وأنت صبي ليس كعقلك وأنت شاب، وعقلك وأنت شاب ليس كعقلك وأنت كهل، وعقلك وأنت كهل لا يكون كعقلك وأنت شيخ. إذن
العقل نفسه يتفاوت، يشب الإنسان ثم يكتهل ثم يشيب، وعقله حال الشيبة وكبر السن وضعف الإدراك لا يكون كحاله وقت قوته ووفور نشاطه. ولهذا الشاطبي رحمه الله له كلمة جيدة يقول فيها: فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علما لا يأتي عليه الزمان أي الآخر إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل، يكون عقل شيئا جديدا لم يكن قد عقله في هذا الأمر، وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك. كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عيانا ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم. بل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من نقصات عقل ودين. نقصان هذا العقل منصوص عليه إذن، وقوله عليه الصلاة والسلام: من نقصات ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يخاطب بذلك النساء صلى الله عليه وسلم، يدل على أن عقل الرجل الحازم قد يختل أيضا. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قوله ناقصات عقل بمفهوم المخالفة يعني أن هناك من هو يكمل عقله، وقوله أذهب للب الرجل الحازم، اللب هو العقل أيضا، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن أو منكن، هذا يدل على أن عقل الرجل قد يقع فيه شيء من الخلل أو الاختلاف أو الاختلال بسبب من خارج، من خارج عقله، وهو هذه المرأة مثلا. فهذا الحديث يدل على وجود هذا التفاوت، يدل على وجود هذا الاختلاف، فهي حقيقة لا يمكن أن يمترى فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا فيما هو عقل غريزي وفيما هو عقل نظري، قال هذا فيما هو عقل غريزي أو عقل ضروري، وقاله أيضا فيما هو عقل نظري. ولا يمنع أن يوجد في المرأة بل عقلها كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة أو إلا ثلاثة، وعد نسوة رضي الله تعالى عنهن، عد آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وعد خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها زوجه صلى الله عليه وسلم، وهكذا. إذن لا يمنع أن يوجد في النساء من يكمل عقلها، لكن أكثرهن على ما وصف صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين، شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، أو شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر أصحابه، أن العقل والعلم ونحوهما يقبلان الزيادة ويقبلان الزيادة والنقصان، يقبلان الزيادة والنقصان، العقل والعلم والمعرفة ونحو هذه الألفاظ تقبل الزيادة والنقصان. وعلى كل حال النقص في الجانب الغريزي، إذا قلنا أن قوله عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل في الجانب الغريزي، يفضي أيضا إلى نقص في الجانب الكسبي اللي هو النظري. يعني من ناقصات عقل يعني في الجانب الغريزي، الجانب الغريزي هو الذي يمد الجانب الايه؟ النظري، العقل الذي نعرفه بالنظر والبحث، إنما فرع عن هذا العقل الذي هو موجود عندنا غريزة وجبلة وخلق من خلق الله تبارك وتعالى. ولهذا يوجد من الناس من هو بليد الفهم، ومنهم من هو ذكي، منهم من قوي من هو قوي الحافظة، ومنهم من هو دون ذلك، منهم من شديد الفهم
ثاقب الذهن ومن ليس كذلك، فهذا أمر لا ينبغي أن يختلف فيه. فإذا كان الأمر كذلك فبأي عقل سوف توزن الأمور الشرعية؟ بأي عقل سوف توزن أو سوف تبحث الأمور الإلهية؟ بعقلي أم بعقلك أم بعقل الثالث والرابع بالذي عاش قبلنا أم بالذي يأتي بعدنا؟ هذا أمر لا ينضبط ولا يمكن بحال أن ينضبط. هذا العقل إذن إنما هو خلق من خلق الله تبارك وتعالى، له وهذا استطراد أيضا له مكان في بدن الإنسان، أين هو؟ اختلفوا في ذلك، فمن قائل بأن العقل مكانه الدماغ، لأن العقل مكانه الدماغ، لأن الدماغ هي التي يقع بها الإدراك وحصول المعلومات وتحليل المعلومات، والطب يكشف عن هذا ويؤيده. ومنهم من قال بل العقل مكانه القلب، مكانه القلب، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فكيف يمكن فهم هذا؟ قال إنه ذكر كل عضو ووظيفته، فوظيفة القلب العقل، إنسان إذا كان له قلب فهم ووعي، ففي ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ذكرى والاتعاظ والاعتبار لمن كان له قلب. والقلب ما مكانه؟ مكانه الصدر. إذن هناك خلاف، هل العقل مكانه الدماغ أم العقل مكانه القلب والصدر؟ والتحقيق في هذا أن يقال إن العقل له تعلق بالدماغ والقلب معا، له تعلق بالدماغ وبالقلب معا، على أنك يجب أن تفهم أن تعبيرهم بالقلب لا يقصد من ورائه القلب الذي هو الجسم الصنوبري الشكل العضلي اللحماني الموجود في القفص الصدري، لا، ليس هذا هو القلب، وإنما القلب وتلك اللطيفة الربانية، تلك اللطيفة الربانية المتعلقة بمكان هذا القلب اللحمي، هذا هو القلب الذي هو موضع الحمد والمدح والذم، الذي هو موضع توحيد الله تعالى وإخلاصه، الذي هو موقع الشرك والنفاق، هذا هو القلب، ليس هو هذه العضلة الدموية اللحمية المعروفة التي يشرحها الأطباء، وإنما هي لطيفة ربانية غير مشاهدة ولا مدركة بالأعين الباصرة، وإنما تعرف بالبصيرة، تعرف بالبصيرة. إذن العقل له تعلق بموضعين من بدن الإنسان، هما القلب والدماغ، هما القلب والدماغ. والعرب يعني تقول للإنسان العاقل تقول له أنه وافر الدماغ، لماذا؟ لأنها ترى أن الدماغ إذا أصابته غاشية، غشية على الإنسان فقد الكذا، فإنه يغيب وعيه ويذهب إدراكه. على كل حال الذي يعنينا الآن أن نقرره أن العقل في دين الله عز وجل له مدخل في إدراك مسائل الاعتقاد، لكن هذا الإدراك ليس الإدراك التفصيلي، ليس الإدراك التفصيلي، وإنما هو الإدراك الإجمالي، يدرك العقل إدراكا إجماليا وليس يدرك إدراكا تفصيليا. فلا يستطيع أحد أن يقول بما أن الله عز وجل أعطانا العقل فإنه يكون قد كلفنا بناء على وجود هذا العقل، لأن التكليف إنما يحصل بماذا؟ إنما يحصل بالأمر الرسالي، يحصل بالأمر الرسالي، والمؤاخذة والحساب والجزاء إنما يكون على الأمر الذي قامت عليه الحجة الرسالية. فمن لم تقم عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها أو يبدع أو يفسق فإنه لا يكون بذلك مؤاخذا عند الله عز وجل. وإدراك العقل لمسائل وصول الدين الكبار لا خلاف عليه،
فإن العقل يدرك وجود الله عز وجل، يدرك وجود الله بما أودعه الله تعالى من هذا العلم الضروري. ما هذا العلم الضروري؟ اعتقاد أو ما ثبت ورسخ في عقل كل منا أن الشيء المحدث لابد له من محدث، وأن الشيء الذي وجد بعد أن لم يكن موجودا لابد له من موجد. فمبادئ العقل الغريزي ومبادئ العقل الضروري تقول إن هذه المحدثات، إن هذه الموجودات وراءها محدث، وهي تدل بصنعتها على صفات من أحدثها. فإذا كانت على غاية من الإتقان والإحكام، إذا كانت بغاية من الجمال والكمال، من الهداية والتقدير، فإنها تدل على صفات من أنشأها. فهذه المحدثات تدل على وجود من أوجدها، وهذه المنشآت تدل على وجود من أنشأها. إذن العقل يستطيع أن يهتدي إلى مسائل الدين الكبار، مسائل أصول الدين الكبار، مسائل العقيدة الكبار، لكنه لا يسير في عماية ولا ينطلق بغير ضابط ولا رابط، وإنما يسير حيث سيره الشرع ويسرح حيث سرحه النقل. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يصل ويهتدي إلى المسائل الإجمالية دون المسائل التفصيلية. ليس للعقل أن يهتدي إلى تفاصيل صفات الله عز وجل، إنما يهتدي إلى بعضها، إلى أصولها. أما أن يهتدي إلى تفاصيل هذه الصفات فلا يستطيع ذلك، ولا يستطيع أن يخترق حجز أو حجب الغيب فيعرف ما يكون في الدار الآخرة إلا إذا جاء النقل عن الله عز وجل. فليس للعقل عندئذ مجال، ولا يستطيع أن يصل بمجرده إلى ما أخفى الله تبارك وتعالى علمه. ولهذا يقول بعض الذين سرحوا بعقولهم في الغيبيات وفي الأمور الإلهية بدون ضابط ولا رابط كابن رشد الفيلسوف، وهو من خاطب العقل، ممن خاطب العقل في مسائل الاعتقاد، يقول: لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولا يعتد به، وليس يعصم أحد من الخطأ إلا من عصمه الله تعالى بأمر خارج عن طبيعة الإنسان. ليس يعصم إلا من عصمه الله تعالى بأمر إلهي خارج عن طبيعة الإنسان، وهم الأنبياء. يعني سلم أن العقل لا يستطيع بمجرده أن يصل إلى هذه الحقائق المتعلقة بالله تبارك وتعالى والمتعلقة بما يكون وراء حجب الغيب. ومثل هذا قال غيره حتى من المتكلمين، وكنا قد نقلنا كلاما للرازي يدل على حيرته واضطرابه، وكذا للجويني، وكذا للغزالي، وأساطين هؤلاء المتكلمين كل منهم قال هذه المقولة التي تدل على اضطراب وحيرة حين أطلقوا للعقل العنان في غير ميدان، حين أطلقوا للعقل العنان في غير ميدان. أهل السنة والجماعة سلكوا في ذلك المسلك الوسط الذي يهدي ولا يردي، فقال، وهذا فيما نقله عنه أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى الأصبهاني صاحب كتاب الحجة، قال: وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم. يعني جعلوا العقل تابعا، جعلوا العقل تابعا. وقال أيضا قوام السنة أبو إسماعيل الأصبهاني رحمه الله، قال: ولا
قال والعقل لا مجال له في إدراك الدين، والعقل لا مجال له في إدراك الدين بكماله، وبالعلم يدرك بكماله. يعني العقل لا يدرك الدين بكماله وتمامه أصولا وفروعا، وإنما يتأتى هذا بالعلم. يقصد بالعلم هنا ماذا؟ علم الكتاب وعلم السنة النبوية. وشيخ الإسلام رحمه الله يعلق ويوضح فيقول لا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر الاستدلال يعني عرفت الله عز وجل معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين، لا يتأتى لها ذلك، مع أنه قال والعقول تدرك مسائل الدين وأصوله الكبار، أما التفصيلية فلا يحصل هذا. وإذا أردنا أن نلخص الموقف الصحيح من العقل فإننا نقول العقل لا يدرك مسائل الدين على سبيل التفصيل باستقلال عن النقل، العقل يدرك بعض مسائل الدين إدراكا إجماليا وباستقلال. الشرع أبدا يقدم على العقل، والنقل أبدا يقدم على العقل. العقل الأصل فيه أنه لا يعارض النقل أو الشرع وإنما يعاضده، لا يعارضه وإنما يعاضده، وأن الإدراك التفصيلي إنما طريقه وسبيله الشرع والوحي. وعند توهم المعارضة بين نقل وعقل فإن المقدم هو النقل. إذا وقعت معارضة حقيقية بين العقل وكان العقل صحيحا صريحا فما الموقف من النقل؟ إذا وقعت معارضة حقيقية وكان العقل صحيحا صريحا فإن النقل إما أن يكون ضعيفا أو مكذوبا، إما أن يكون ضعيفا أو مكذوبا، لأن هنا قد تقع معارضة بين حديث الموضوع المكذوب وبين صريح العقل، فلا يقدم إلا صريح العقل ويطرح النقل الضعيف الموضوع أو المكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعند تعاضد العقل والنقل فإن العقل لا يكون متبوعا وإنما يكون تابعا، فيقدم النقل وما عضده وأيده من النقل. لو قدمنا العقل ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون العقل حاكما ومشرعا، يلزم أن يكون العقل باستقلال عن النقل محسنا ومقبحا، وهذا وإن وقع لكنه لا يترتب عليه تشريع ولا تترتب عليه مؤاخذة. ولو جاز للعقل أن يتعدى على النقل لكان من وراء ذلك جواز إبطال الشريعة بالعقل، لأن الشريعة هي هذه المنقولات، فإذا قدمنا العقل عليها جاز للعقل أن يبطلها أو يبطل بعضها، وهذا باطل. عند حصول هذا التعارض بين العقل والنقل هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الدليل العقلي ليس بصحيح ولا بصريح فالمصير إلى طرحه وإهماله، أو يكون الدليل النقلي ليس بصحيح والعقل صحيح صريح، عندئذ يطرح هذا الدليل النقلي. واضح؟ أما أن يوجد دليلان صحيحان صريحان أحدهما عقلي ونقلي، أحدهما عقلي والآخر نقلي، فهذا لم يوجد، لم يوجد دليلان صحيحان قطعيان من العقل والنقل متعارضان تعارضا لا يمكن معه الجمع، لم يقع هذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو خالق العقل وهو الذي أوحى بهذا النقل، ألا له الخلق والأمر، فلا يمكن أن ينشأ عنه سبحانه وتعالى فيما خلق
أو فيما أوحى به تعارض. فإذا وقع تعارض فإما أن أحدهما مكذوب غير صحيح أو أن الثاني فاسد وليس بصريح، أي العقل. يبقى العقل مصدر من مصادر المعرفة ومصدر من مصادر الاستدلال، لكنه ليس مصدرا مستقلا، إنما هو مصدر تابع للنقل. والعقل مهما بلغ ذكاء وحصافة وحكمة ودربة فهو محدود بمحدودية صاحبه، وصاحبه مخلوق، مخلوق ضعيف فيه من أسباب الضعف والقصور والنقص والخلل والاختلاف ما يمكن أن يكون سببا لوقوع الغلط والوهم. ولذلك مما ينبغي أن يكون مستقرا وهو ما قرره علماؤنا رحمهم الله تعالى أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة لا يعارضها شيء من المعقولات الصحيحة الصريحة، وهذه قاعدة محكمة سديدة يجب أن تكون من أسمع وبصر كل طالب علم، تشتمل على مقاصد كثيرة ومهمة. نلخص هذه المقاصد باختصار. إذا تأملت فإن ما علم بصريح العقل لا يتصور بحال أن يعارضه الشرع البتة، ما علم بصريح العقل لا يتصور بحال أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح متفق أبدا مع المعقول الصريح. ما خالف النصوص لا يعلو أن يكون شبهات فاسدة، ما خالف الوحي من المعقولات لا يعلو أن يكون مظنونات وأوهام مغلوبة ومحجوجة بالنص، وما خالف النص من العقل الصحيح الصريح فإن هذا يدل على كما قلت ضعف هذا النص أو إطراحه أو كونه نصا موضوعا. الذين قالوا بالمعارضة بين العقل والنقل حقيقة قالوا أنه ممكن يقع هذا التعارض، وإذا وقع هذا التعارض قدم العقل على النقل، أخطأوا من وجوه كثيرة. من هذه الوجوه ما ذكرناه من أنه لا تعارض، ومن الوجه الثاني أن العقل يوافق النقل ويعضده، وأن ما يدعونه من المعارضة ليس بصحيح ولا واقع إلا في أذهانهم. وهذه المعارضة غايتها ماذا؟ غايتها أحد أمور أربعة: إما أن تكذب النصوص وتجحد كما فعل ذلك كثير من أهل الباطل والأهواء، حين جاءت هذه النصوص كذبوا بها وجحدوها، إما أن تكذب وتجحد، أو أن يعتقد أن الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم خاطبوا الخلق بخطابات غير مقنعة من الناحية العقلية أو غير مفيدة، وإنما أرادوا ضرب أمثال، وأن هذه الأمثال لا تكون حججا عقليا، كما قال ذلك طائفة من المتكلمين، وكان هذا قدحا في كتاب الله تعالى. وإما أن ينتهي بهم الحال إلى أن يؤولوا النصوص كما فعل ذلك المعتزلة والأشاعرة، صرفوا النصوص بمجازات واستعارات وتحللوا من دلالاتها وإفاداتها وذهبوا بها كل مذهب. وإما أن يعرضوا عنها فلا يعتقدوها ولا يتدبروها، وهذا ما فعله كثير من المفوضة. مفوضة أعرضوا عن النصوص مثلا متعلقة بالصفات ولم يعيروها اهتماما ولم يعني ينتبهوا إليها أو يعيروها التفاتا، وبقيت كما هي لم يتعرضوا لها بتأويل، لكنهم ما اعتنوا بها ولا استفادوا منها أحكاما عقديا. الذين لم يعولوا عن النصوص أصلا هؤلاء أشبه بالفلاسفة، والذين أقاموا التعارض هم المتكلمة، والذين فوضوا ولم والذين يعني لم يقبلوا وأدبروا هؤلاء هم المفوضة، هؤلاء هم المفوضة. وهذه كلها عياذا بالله تعالى مخالفات وانحرافات في هذا الباب.
من أهم ما ينبغي التنبه له أن القرآن الكريم حوى أصول الأدلة العقلية لأكمل بيان وأحسن عبارة، بحيث إن الدارس لكتاب الله تعالى والتالي له والمتدبر فيه يجد أصول الحجج العقلية القاطعة للنزاع التي لا يمكن أن يختلف عليها ولا على دلالتها، بحيث إن من درس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى عقل اليونان ولا منطقهم ولا فلسفتهم، وإنما عول على كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه أي عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي أصول هذه الأدلة العقلية الصحيحة الصريحة. يعني مثلا حين أقرأ ما يسمى بدليل التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كلام عن السماوات والأرض وأنه هذه السماوات وهذه الأرض مستقرة قائمة محكمة غير مضطربة، ولو قدر وجود آلهة مع الله تبارك وتعالى لوقع الاضطراب والخلل، وحيث إنها على هذه الصورة على هذه الهيئة على هذه الكيفية لا اختلال ولا اضطراب ولا اختلاف، فإن هذا يدل على أنه ليس هنا آلهة مع الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لو قدر وجود آلهة مع الله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، تكون لهم إرادات متخالفة ويقع بسبب هذا التخالف تنازع، وعن هذا التنازع يقع الفساد والاضطراب. فحيث لم يقع شيء من ذلك فدل هذا على أنه لا وجود للفرض المدعى وهو وجود آلهة مع الله عز وجل. هذا دليل من الأدلة العقلية المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو دليل عقلي واضح. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا دليل عقلي أيضا. القرآن الكريم ذكر أن الإنسان إما أن يكون قد خلق نفسه أو أن غيره خلقه، فإن قلنا أنه لا يزعم أنه خلق نفسه فإن له لابد أن يقول إن غيره خلقه، وغيره هذا إما أن يكون مثله أو أن يكون مثله أو أن يكون بخلافه. فإذا كان مثله فإنه لا يستطيع أن يخلق نفسه، فكيف يخلق غيره؟ فلابد أن يكون الخالق إذن مخالفا لهذه المخلوقات في صفاتها وقدراتها، فهو سبحانه وتعالى الخالق وكل من عداه مخلوق. ولهذا جبير بن مطعم لما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأها في صلاة المغرب في سورة الطور قال كاد قلبي أن يطير من شدة قوتها ووقعها وصدقها وبيانها. وكذا ضرب القرآن الكريم الأمثلة العقلية أمثلة كثيرة، ضرب الله هذه الأمثلة العقلية للتوحيد كثيرا في البعث والنشور. بماذا؟ بإحياء الأرض بعد موتها، وضرب مثلا للوحدانية ولعبادة الله تعالى من غير شريك بهذا الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون والآخر الذي هو سلم لرجل واحد، وذكر أنهما لا يستويان، العقل يقطع بأنهما لا يستويان. إذن أصول هذه الأدلة العقلية ثابتة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى بأحسن ما يكون البيان وأظهر ما يكون التدليل والتعليل، وبما تعجز العقول أيا ما كانت أو بأي صورة بلغت أن تأتي بهذه الأدلة سالمة من المعارضة سالمة من المخالفة. حين نتأمل هذا نفهم من وراء ذلك أن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا بأن نصل إلى تفاصيل الأمور الاعتقادية بالعقل استقلالا عن النقل، وأن للعقل مجال لابد أن يصرح فيه ولا يصرح بحال أن يتجاوزه. ولا يحسبن أحد أن أهل السنة يعرضون عن العقل أو لا يلتفتون إليه أو لا يأخذون به أو لا يعملونه، لأنهم يعرفون تماما أن القرآن الكريم
قد عني بأمر العقل وحث على التعقل والتدبر، وجاءت الآيات حاثة أهل العقول وأرباب النهى وأولي الألباب على التفكر والتدبر والتأمل والتعقل لما يتلى عليهم من آيات الكتاب المسطور وما بث في هذا الكون المنظور. أمر الله تعالى بأن يسير الناس في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبة المخالفين، وأن يقيسوا الشيء بنظيره وأن يلحقوا المثيل بمثيله. وضربت المقاييس والأمثلة العقلية في القرآن وفي السنة النبوية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكل واحد من وحدانية الربوبية والألوهية، وإن كان معلوما بالفطرة الضرورية البديهية وبالأدلة الشرعية النبوية الإلهية، فهو أيضا معلوم بالأمثال المضروبة التي هي المقاييس العقلية، التي هي المقاييس العقلية. وهذه المقاييس العقلية مبثوثة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي الأحكام على حد وفي فروع الأحكام على حد سواء. والإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة كان يستعمل هذا في حجاجه وفي مناظراته، كان يستعمل هذا فيقرر الدليل العقلي ويقيم حجته بما لا يستطيع أحد أن يدفعه. احتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقياس الأولى في مناظرته مع الجهمية. قياس الأولى حاصله أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق به أولى، وكل نقص ثبت في حق المخلوق فتنزه الخالق عنه أولى. الإمام أحمد يناظر في علو الله تعالى وفي استوائه على عرشه، وأنه مع استوائه على عرشه بائن من خلقه لا يخالطهم ولا يكون معهم، فهو سبحانه وتعالى على عرشه بائن من خلقه وهو معهم بعلمه، والمخالفون يقولون بل هو في كل مكان ولا يتصور أن يكون بائنا من خلقه وهو معهم بعلمه. فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن الاعتبار، يعني من الأدلة العقلية التي تشهد لهذا الذي نقرره ونؤكده، لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير، يعني من زجاج، قدح صاف من الزجاج الشفاف، قال ثم كان فيه شراب صاف، هذا القدح الصافي الشفاف من الزجاج البلوري الذي يشف ويكشف فيه شراب صاف أيضا ليس بمعكر، يقول: فلو أن ذلك كذلك كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح وما فيه من غير أن يكون ابن آدم في القدح، هذا القدح الشفاف فيه هذا السائل الشفاف، بصرك ينفذ من القدح إلى الشراب إلى الجهة الأخرى كذا، ولو نظرت من فوق أو من جنب لكان الأمر كذلك، فأنت تحيط بهذا القدح وبهذا الشراب الذي فيه وأنت مباين ومزايل لهذا القدح، لم تدخل فيه ولم تكن في وسطه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: من غير أن يكون ابن آدم في القدح فلله المثل الأعلى، فلله المثل الأعلى، قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه، من غير أن يكون في شيء من خلقه. ولهذا يرد الإمام أحمد رحمه الله قول القائلين: الله في كل مكان بذاته، ويقولون إن هذا خطأ، والصواب أنه في كل مكان بعلمه لا بذاته. وهذا مثال عقلي ضربه رحمه الله تعالى للانتصار لمعتقد أهل السنة الذي ثبت بالكتاب والسنة. ولهذا علق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقال: ذكر الإمام أحمد حجة اعتبارية عقلية قياسية
هي من باب أولى. فضرب رحمه الله تعالى مثالا وذكر قياسا، يعني كما تفهم أن هذا الإنسان يدرك هذا القدح وما فيه، فإدراك الله تعالى لخلقه يكون من باب أولى، لأن الآدمي ضعيف قليل محدود مخلوق، والله عز وجل لا يقاس بخلقه، وصفاته سبحانه وتعالى فوق صفات خلقه، كما أن ذاته عز وجل فوق ذوات خلقه، فما يكون له سبحانه وتعالى من القوة والقدر ليست كقوة البشر ولا قدر البشر. فإذا أمكن هذا للبشر فإمكانه لخالقهم يكون من باب الإيه؟ من باب الأولى. إذا هذا طرف من أطراف الاستدلال العقلي على بعض مسائل الاعتقاد، وهذا يعني نجده كثيرا مبثوثا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا نكون قد فهمنا أن السلف رحمهم الله تعالى يتسمون بعقيدة عقلانية. ما معنى كونها عقلانية؟ أنها لا تخالف العقل، أنها لا تهمل العقل، أنها لا تطرح العقل جانبا، أنها ترى العقل مقدما. ولهذا تجد العقيدة ليس فيها أوهام وليس فيها أمور لا ضوابط لها، بل جاء النهي عن الكهانة، وجاء النهي عن السحر، وجاء النهي عن كثير من التوهيمات والتهويمات التي قد تخالط العقول فتجعل الحق باطلا والباطل حقا. جاء النهي عن الطيرة والتشاؤم وأشياء يرفضها العقل ولا يقبلها. لماذا؟ لأن العقيدة عقيدة عقلانية. قد تأتي الشريعة بما تحار فيه العقول، لكنها لا تأتي بما تحيله العقول. لو قال قائل الصراط ذكر في صفته أنه أحد من السيف وأحر من الجمر وأن عليه كلاليب، هذه الأشياء كيف أستطيع أن أتصورها؟ كيف يكون أحد من السيف، أدق من الشعر، أحر من الجمر، عليه كلاليب تخطفه، من وكلت بخطفه؟ نقول هل العقل يكذب بهذا؟ يراه مستحيلا؟ قلنا لا يراه مستحيلا، يتصور ذلك العقل، يمكن، بل يمكن الإنسان يتصور في هذا الوجود هذه الشعرة التي هي حادة حارة، يمكن، لكن كيف يكون المرور، كيف يكون الجواز؟ هذا أمر يعني لا يعرفه الإنسان، لكن العقل لا يقضي باستحالة وجود الصراط. إذن قد يتحير الإنسان في كيفية من الكيفيات، في أمر مخلوق من المخلوقات، كيفية العرش، والعرش مخلوق، والصراط مخلوق، والجنة مخلوقة، والنار مخلوقة، يقع شيء من التحير في هذا. الله تعالى يعني وعد وأوعد شيئا لا يخطر على قلب البشر من النعيم أو من الجحيم، ومع هذا فإن العقول لا ترفض هذا ولا تراه محالا أو يلزم عنه جمع بين نقيضين. إذن هذه القضية ينبغي أن تكون واضحة، إن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة تعتني بالعقل وتعلي من شأنه وتسيره في مجاله، في أماكنه، في مداره. لو خرج عن مداره ضل، لو خرج عن مجاله ضل واختل وزل، لكن لو بقي في مجاله فإنه يكون حجة من الحجج التي يستكثر بها العبد في زيادة إيمان ورفعة درجات وإقامة اليقين في قلبه، لكن بشرط أن يوضع تابعا، لا أن يوضع متبوعا، لا تابعا، وأن يكون أن يوضع متبوعا، أن يكون أن يوضع تابعا لمتبوعا، وأن يكون مما يسرح في مجال أباح الشرع له فيه أن يسرح. فإن الله تبارك وتعالى نهانا أن نتفكر في ذاته،
وأمرنا بأن نتفكر في مخلوقاته وآلائه. فلو أنه تفكر في ذاته لكان هذا مظنة الضلال والاختلال، وهذا الذي وقع للفلاسفة ومن حذى حذوهم من المتكلم. إذن العقل عندنا معاشر أهل السنة عقل يتبع النقل ولا يعارضه ويسانده ويعاضده ويعمل ويسير في المجال الذي يؤيده النقل. من فعل هذا هدي ووقي. لكن قائلا سوف يقول لماذا لا يكون العقل ندا للنقل؟ لماذا لا يتحرر من النقل؟ نقول لأنه قامت الأدلة حية واقعية صحيحة كاملة على أن النقل وحي من عند الله عز وجل معصوم. ما هي الأدلة التي قامت على ذلك؟ الأدلة التي قامت على صدق الرسل. ما هي الأدلة التي قامت على صدق الرسل؟ ما وجد في فطرة الإنسان، ما وجد في بداهة العقول، ما وجد من العلم الضروري الموجود في قلب وعقل كل إنسان فينا أنه يحتاج إلى هؤلاء المرسلين كحاجته إلى الطعام والشراب، بل أشد كحاجته كحاجة بدنه إلى الطعام والشراب، هو يحتاج إلى هذا الوحي الذي هو روح العالم ونور العالم. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالوحي يثبت الحجة على أمور وقعت في بداهة العقول والقلوب والفطر، من أن الإيمان كما قلنا فطري، ومن أن العباد إلى الرسل يحتاجون ولا بد، وإلى هدايتهم هم مفتقرون ولا بد. إذا انطلقنا من هذه البدهيات ومن هذه الأوليات العقلية انطلاقا صحيحا بنينا عليه. أما أن لا ننطلق من شيء أبدا، لا بمسلم عقلي ولا بمسلم حسي، فإن هذا سوف يكون مظنة الإيه؟ مظنة الضلال والخسار والبوار. بهذا نكون قد أتينا على المهم من هذه القضايا التي أردنا أن نتحدث عنها في كون العقل من الأدلة التي يستفاد منها في مد هذا العلم برافد قوي. ثم إن العقل بعد أن ينتهي من قضية التقرير والتأصيل مستعمل في قضية الرد وإزالة الشبهة وكشف الغمة التي قد ترد أو تكون على بعض من يعتقد أو بعض من يستدل. تأتي شبهات من عند الإنسان أحيانا ومن عند غيره أحيانا أخرى، فيقوم العقل بدوره في رد الشبهة ودفع الفرية وإقامة الأدلة نقلية وعقلية على منهج أهل السنة والجماعة، وعلى دفع ما يورد على هذه العقائد من شبهات أو من قوادح أدلة خلافية كما مر ذكره فيما مر. هذا دور آخر ومهم للعقل أيضا، وهو العناية بالتأصيل والتفصيل في الرد وإزالة الشبهة ودفع الفرية التي يمكن أن يعني تفترى على منهج أهل السنة أو على معتقد أهل السنة. فيكون العقل عندئذ عاملا في هذا المجال موظفا في هذا السبيل. أكتفي بما يعني ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه الجواد الكريم والرؤوف الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.